ادم سحب ضلعه طلع منه مرض لاني محله بسحب الاربعه ضلع. استاذ بسيم استخدمت شي مره الزجل او الغزل باحدى مسرحياتك للانتقاد مثلا؟ طبيعي طبيعي عملنا كثير زجل، بس كان عندنا تجربه غريبه بالزجل. في سنه من السنين قررت انه انا عم بكتب الزجل، لا خليني اجيب شاعر نعم يصلح لي هالزجل ليطلع موزون ومظبوط، يعني انه موزون اكثر وكلام منظم اكثر. فطلبنا من احد الشعراء، مش اذكر اسماء معلش، اجى ونظم لي الجزمه. ثاني يوم بلشنا نعطي الفيرسيون جديده بالجزمه، الناس ما عاد تضحك كيف صاروا الناس عم بتسمعوا شو عم نقول كلام زجل صار. رجعت غيرته وحطيت الكلام الفشكل تبعي صار يضحك. يا ريت ما زال موجود الشاعر معنا الكبير هون، سمعوا شيء من يلي وقت استعملته. يعني بفضل ليك هلا صعي صعب يسكروا الفيوتشر، بس انه بجوز خلينا ما نقول هلا تعيش شوي. بعدين الزجل بيعرف استاذ وسيم وكلكم اللبنانيين بتعرفوا انه الزجل في لما في سر الحوار مش نحن، يعني نحن اللي عم نرتجل الزجل، المثقفين مع احترامي يعني الدارسين في معقول فوق الشهادات العليا 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 هن بيتعجبوا فينا من نجيب هالافكار. هلا عم غني انا وشاعر، هو عم يدافع عن رجال، عفوا هو عم يدافع عن الرجال وانا بدافع عن المراه، عم بعطي حقوق المرأة وبيعطي حقوق الرجال. شو بيقلي؟ بيقلي كل من بدافع عن مرأة بعده مرأة تصير رجال بتكر غني معي. أنا لا في سب الرجال ولا بدي أعطي حقوق المرأة. شو بدي باسمه؟ قلت له لا فلان كذا أمام ركع رجع فشخل الورق وإركع تفكر جاوبك باللي جرى. بغني معك في سوق بيعه مشترى لا زين عبلة ولا جنابك عنتر. سيارتك وبلشت تظهر مقدرة خمنت حالك شاب حامل تذكرة وتفهمك فضل المرب مبنو قرى بعطيك ردي وكل كلمة بجوهرة. العذراء بلا رجال جابت لك مسيح، جيب لي رجل خلف مسيح بلا مرة. قصيدة زجلية قلتها، تتذكر شو هي ولمين كانت؟ والله أنا على كل حال يعني عندي أصاري كثير، بس تذكر مباراة أول واحد بلبنان، يعني كل العالم تعرفني إنه عامل لي شيء 3-400 مباراة بكل شيء ناشئ، عملت له مباراة ورفعت عايز واحد من عكيفي، يعني عملت يعني بالارتجالي مع احترامي، يعني الله عطيني هالمواضيع. بسمعك من الحماس ولا من شو بدك الحماس؟ شيء من قديم، من قديم اوائل قصيدك. اوائل قصيدي شو بدي لك؟ شيء مرجلي. مرجلي بقول اكتب بدم الفطاحل يا صحيفي نزل للحرب والسطو المخيفي، اندهش نود المني يستعدوا فئه للذبح فرقه للعليم. أنا اللي اجتزت للمريخ حد ولمهري نجمة الزهرة مضيفي، الشمس يلي سوالفها سود ورجعت بنت بخدها خطيف. حلو على هجر. أنا ابن الجنوب اللي انعدوا رجال جنود أحضوره ضعيفي، حدوره صارت بكد وجد ودروع بتكسر سيوف بتكسر الدروع الرهيفي، دروع بتكسر السيوف الرهيفي. البلد كان اسمه حبوش مش 40 سنة، بل انه على حبوش مد الدهر يده وعطاها اربع حروف اللطيفة، نص حب نص وش خد ونزل باس والقمر بوسي نظيفي، حابي حب ووشي وش بحرف الحاء حامل سيف حده انحمل من ابو الحسن نعم الخليفة، وبحرف الباء بيت المان هده حجاره تصبح كعب شريفي، وبحرف الواو للشعار ودوا عمسرح ابو علي أدوا الوظيفة، وبحرف الشين جدش عايب بدوا الليل شكشك رقاب الفوارس مثل شك التتن بعد القطيفة. طيب قديم كثير.
استاذ زين، الحقيقه الفنانه رنزه موجوده معنا باستوديو هون. قبل ما ناخذ رايها بالزجل والغزل، انا برايي تعمل لها شيء قصيده. مش قصيده، ما اقل ولا اقل، انا كمان معجب فيها بصوتها وباخلاقها، بس طلع معي هالصور ما بعرف هي غلط هي صح ما بعرف. رنزه اي من التكوين، وشو بخبركن عن رنزه؟ بسمتها ست الحلوين وعبزتها من ابو نمزه. تعرفين التقيتي فيه لابو نانزا شي مرة؟ لا كنت احضر وانا صغيرة، كان كتير اخذ جوزي ايضا. ايه مزبوط. ميرسي على كل حال. على راسي ميرسي على فيه. رانزا بتتزوق الزجل والغزل؟ شو مش لبنانية؟ اكيد لبنان الزجل بدمه عايش. طبعا انا بصراحه عندي تقدير خاص لشعراء الزجل، لانه زياده عن اللي بيملكه الشاعر عامه، يعني الخيال الواسع والاسلوب الحلو والجميل، هالموهبه الارتجال. يعني مش مين ما كان عنده موهبه هالارتجال هيدي، وقلائل بعتبر انا شعراء الزجل الاصيلين، مشان هيك عندي تقدير خاص للزجل. بعدين خيال مش بس واسع، بيبقى خيال سريع. نعم سريع بيبقى خياله بالوقت نفسه. طيب شو مواصفات القصيدة اللي بتأثر فيكي؟ مشان الأغنية يعني مشان تتغنى. هلا أنا طبعا بتصور يمكن الشعر الغنائي مختلف عن الشعر العادي اللي ما بيتغنى. هلا بالنسبة للشعر الغنائي بده يكمل اللحن، واللحن بده يكمل الأغنية، مشان هيك أنا باخد بعين الاعتبار مش بس الأسلوب تبع الأغنية، الأسلوب الكلامي تبعها. طبعا ما في شك لازم يعني أساسا يكون في أسلوب قيم يعني، بس أنا بركز على المضمون الكلمة والمساج اللي بتحمله هالأغنية هيدي اللي بده يوصله. أنا مقتنعة إنه الأغنية لازم تحمل رسالة، توصل رسالة، توصل فكرة معينة بقلب هالقصيدة هيدي، طبعا بإطار جمالي حلو. نحن أكيد رح نسمع منك هلا أغنية، بس طلبي أنا بالبداية إنه نسمع منك إلقاء لمطلع الأغنية، ما دام عم نحكي عن الزجل. أنا الله بصراحة ما عطاني كثير موهبة الإلقاء، يعني بغني أكثر ما بعمل إلقاء، بس رح أحكي سمعينا شوي هيك إلقاء. مش رح تطلع حلوة على الأكيد. بالنسبة للأغنية رح أغنيها هلا. أوكي، شو رح تغني لنا؟ رح أغني أغنية اسمها صوتي ليوم الفرح، كلمات جان أبي غانم، والألحان والتوزيع لسمير طوم لخيي. الزواج اللي صار لك زمان معلن الإضراب عنه، مع كثير مع الزواج، وخاض هالتجربة عدة مرات، يا ريت بتخبرنا عن تجربتك بالزواج. أنا والله من قضية الزواج ما قلبي يعني حب من نوع الغرام، الحب كله كذب، الزواج مو فاهم وعشري. إذا واحد ملك الجمال بس بتقول له مساء صباح الخير، بتقول لك امبارح بعد بكره بيبي بصور نبطيه، شو معناتها الحكي؟ الزواج مو فاهم وعشري وحب احترام متبادل بين ما بين زوج وما كان زوج. طيب يمكن عندك قصيده عن تعدد الزوجات، مزبوط ولا لا؟ لك هذه مزحية. طيب بدنا نسمعها. شو عم نعمل؟ ما نحن عم نمزح. ان كانوا عاد انا غيرت نسوان شوي انا وصغير. تغيير شوي ولا كثير؟ قلوا كان مع تغيير المرأة رأيك جرى، حضر لزين شعيب ورقة ومعبر. أول مرة تزوجتها عن مقدر وجابت علي عن بطش بي ومصدر. أنا شغلتنا خلاص. إن كانوا مع تغيير المرأة رأيك جرى، حضر لزين شعيب ورقة ومحبرة. أول مرة تزوجتها عن مقدر وجابت علي عن بطش فيه مصدر، وتاني مرة لشم الهوى والفرفر، وتالت مرة للكنفشي والبهور، ورابع مرة مشي العرايس غندر، يلي بصر له بكل خزنة جوهرة يغير عدرس ورز وطحين ودرة، شو بيحجوا تيعيش مكتوب في اليدين وطول العمر عايش على صحن مجدد. ابو علي انا اكيد انه في كثير ستات عم يحضروك هلا زعلوا منك. حياتي مش متجوز الا مره واحده اللي عندي منها اولاد. راح تقول لها منها هلا. عندي منها اولاد مره واحده ما في غير. بس اكيد كل الرجال طيبوا له بالبيوت. صح؟ هذيك كل الناس. استاذ وسيم، مع جواب ابو علي، ما بتحن هيك انه ترجع تتجوز وتقعد مع امراه تحلم انت وياها وتسمع موسيقى حالمه؟ بصراحه
بدك صراحة؟ لا لا خير ولا بدك؟ شوف كل إنسان يعني الزواج يعني هو تكامل مثل ما عم تقول كان ترانزا شغلة كتير مهمة وأهم من ما أنا أخذتها بحياتي. يعني أنا تجوزت مرتين وطلقت مرتين والمرتين كانوا بجوز ما كنت ناضج إني أتجوز واليوم بعتبر بال 53 سنة ماني ناضج إني أتجوز. بفضل ما جاوب عليه بفضل خلي الأستاذ زين يجاوب عليه هو يعطينا رأيه الحقيقي بالمرأة لأنه هو بيعرف يعبر أكثر ونحن اثنيناتنا قويين. عم تنسحب منه أنت ما بدك تجاوب مضبوط. أستاذنا أنا من جهتي يعني ما في حدا منا بلا أم. الإمرأة أم أخت بنت يعني كل شيء. بس أنا أخذت الجائزة مش فخر بنفسي يعني أخذت الجائزة بفضل أمي يعني بدعت بالأونسكو عملوا كان الوزير اسمع فيه نجيب أبو حيدر وزير التربية وكذا عملوا كان في 20 شعر وأخذت المسابقة الأولى. بدك تهدي أمك أجمل هدية يوم عيدها مش أجمل قصيدة أجمل هدية أكمل هدية بالأرض كلها. شو بدي هدية الجنة تحت إجر الجنة بدي شوف هالشيء عنده أعز من الجنة. بالله هالكلمتين بالله يمي الجنة تحت إجري والعاطفة دمعة بعينيك من قلبك لحضنك نقل قلبي وعمري ترعرع بين إيديك بعيدك يا أمي بزرع الأزهار بجنة رضاك وعبواب الدار وبعمل عيون فراشتين صغار مراوح هوا يرفوا حواليك يمي. إذا جمعت سنين بعين وبعين مال الكون نقلي ودايم ومن لوح صدري اسحبت لك ضلعين وحق السماء ما بيلتروا عليك هون الهدية بلا بعيدك يا أم اسبحت بالتفكير شوف جبلك وفضلك علي كبير اتمنيت حالي يكون طفل صغير ومن قبل عيدك يسرقون نهار ونهار عيدك ينهار عليك. بتلعب عجبك بتلعب الكوفي لا لا أنا تايم بالسيارة طالعة ست حلوة مثل ستات الأنسات الحلوة شافت الأمر بالله ناقص نصه طالعة صنين قالت لي شو حيلك الأمر يبقى علي ناقص نصه أنا وياه قلت له يا بدر يا سابح بطوفة مدمعي سكران جفني وعند ما شافك وعي وبمقص عيني اقسم جسمك شايف تايم نصك بقي بالجو التاني معي حلو. أبو علي العلاقة بين الغزل والزجل في علاقة حميمة مهمة. هلأ بيناتنا على خبرياتك اللي عم تخبرنا عنهم كم صبية مغازل بحياتك؟ عددهم ولا ما؟ مليار. يعني مع هالجواب بتصور أم علي لازم تاخد جائزة التسامح والصبر. ما في أم علي ومبطرس ومحمد وراخم. أنا مع عندي عم قل لك غزلي من احترام الامر. نعم. احترام. قبل كل شيء. الحب خليه عجاء. اذا واحد بدك تحبه ما بتحترمه ما في حب. صحيح. على كل ما حديث الشعر والفنون رح نستقبل سوا فنانة من جيل الشباب ممثلة شاركت بمسرح الشانسونية عرضت الازياء وعم نشوف اذا سألته سؤال بده يرد لي بيت شعر انا ماني قادرة ارد فاذا رح نبلش دغري ببيت الشعر يلا يلا ابو علي بس بدك تاخذ الميكرو من عندها. انا من جهتي يعني بس شي غزل لفيرا قاعد حدك صبيه انا من جهتي مفهوم عني دائما ما احترامي للشعر يعني كل اغا بال199 بغني للصمر لا لا شعر شط حق الحال ما محسوبي انا شعر بغني للشعر ما بحكي لك مع مره ست كتير حلوه وشعر على التلفزيون سمر سمر قالت لي خي شو انت اما خلقتك معقد لا قالت سمر سمر نحن ما بطلعنا شيء اللي خذي يا ربي الليلة بدي اعمل لك على التلفزيون قلت لها حسنك يا شقرة فاتح بقلبي نفق شو نفق تونيل حسنك يا شقرة فاتح بقلبي نفق جربت نفق رزق حبك ما نفق والسر فيكي كل ما قلبي خفى وبيطالبك وين المحبة والشفى
بيحمر وجهك بيجوز سوالفك مثل الشمس هي وعلى حبال الشفقة. الله حلو. ولا مشان السمرة عندي رد هيك حلو نكتي نجانة بسموها. بلو صار لك يا قلبي عمر عايش بالسمر، صار لك يا قلبي عمر عايش بالسمر، كاس المحب كتير طيب بس مر، ومن كتر ما مولع فؤادي بالسمر صفيت على التفاح حب الكسمر. دخلك ام علي سمرة ولا شقرة؟ ما علينا منو. بس ابو علي، ابو علي انسان لعب على الحبلين انت يعني. اي حبلين؟ يعني على الحبلين. حكيت عن الشقرة وحكيت عن السمرة. لا بس في شيء فرق عزبتني. ليش ما بتغني على الشقرة غني؟ طب بس في شيء يعني عندك شي شعر بين الشقرة والسمرة؟ حوار لا ما في. هيدا اللي بتحضر تحضر شيء هيك يعني. عندي كثير بتغذى بالشقرة، بتغذى بالسمر على هو الموضوع. اخذ انا موضوع عن الشقرة مش هيك، والزغل والاخذ السمر. بدي غني للشقرة حارب السمر، مش ما بجرح كرامة بالله ايدي وايدي. على كل من بعد هالغزل الحلو اللي سمعناه من ابو علي بننتقل للغناء ونسمع اغنية من فرقة الطرابيش الموجودة معنا هون. مع انك صيت انك بتحب النسوان كتير، يا ترى هالحكي مزبوط؟ وصدقا انت كم واحدة متجوز؟ يعني هذا شيء شو استاذ بس. الله خلقنا هيك يعني. المرة بتنحب مرة، تنحب اخت، تنحب ام، تنحب صديقة، تنحب مزوقة، تنحب شفافة هيك زهرة. وبحب من كل هالنوع على المرأة، كل هالنوع. كمان في سؤال لأستاذ وسيم هون. السهرات الطويلة ويبقى برات البيت والأجواء الحلوة، كيف بيوصف حاله كأب وكزوج؟ مش رح نقول أي زوج تاني التالت بس طبعا ما في شك. على كل حال نحن لما بلشنا نغني بالزجل كان التلفزيون واحد نحن بس، وفي أبو سليم الله يرحمه أبو ملحم بس هون. بعدين نحن كنا نغني الصيف 100 حفلة، يعني كل يوم عنا حفلة، في مرات بالنهار عنا حفلتين، ما في غيرنا يعني. لا مطربين كان بهالدرجة، ولا مطربات، ولا تمثيل، ولا فيديو، ولا 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 ولا. ولا. كنت ضل 4 أيام ما اجي على البيت. نعم. ما اجي على البيت. ولما صار في أي تفاهم بتغيير النسوان مشان القضية يعني. طيب كيف تصف حالك كأب مع أولادك؟ ما كان في اولاد الاول، وين مش كنت انا ولد بعد. هلا من بعد ما صار في اولاد، اولاد هلا صار اولادي اكبر مني. طب وقت كانوا صغار عم بتصعب لي اياها كثير قبل ما يخلقوا وقت كبروا. وقت اللي كانوا وحد لما كنت اصرف حالي مع ام ربي اجي انا نام، قالوا لي بدي حدو عم بيك سهران له 3 ايام لما نعطيهم خرجيتهم نبوش ونشمشموا قدروا. طب في مثل يقال وعطول يردد، يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. ما لا يحق لغيره. هل هالمثل بينطبق على حياتك اليومية؟ طبعا بينطبق. طبعا لأنه أنا من جهتي يعني خلفت أولاد، الله يخلوا بالك جميعا يعني. خلفت أولاد الحمد لله وربيتهم وجوزتهم كلهم، ما عادش عندي حدا بالبيت إلا أنا والمرة بس يعني. أنا بدي أسأل سؤال لأبو علي. بالزمانات كان على أيامكم يعني وحتى على أيامنا ببداية شغلنا ما كان في شيء اسمه فيديو أو سينما تصور. لا ما في. فوت على الاستوديو على الهواء ساعتين على الهواء على الهواء ما هيك؟ طب كان تفلت منكم شيء رد بالغلط؟ بالغلط ما في خطرة. الأمن العام تعرف كان يراقبني يعني. مظبوط. أنا كلمة عيدة وزيدة بالشعر هذه عيدة وزيدة، وكانت الرد سطرين عملتهم 4 أو 5 سنين على اللي عملته. نعم. يقولوا لي اجى الرد تلاقي عيدة 4 أو 5 سنين الأمن العام يقولوا اتركوه لأبو علي. في مرة بالمدينة الرياضية عملنا حفلة ليلتين كنا 16 شاعر. جبروا الشاعر انه يقولوا الردي من كثرة الشعراء ما يعيدها. قالوا ابو علي مثل في النهاية تنقال على غيري مش علي. عدت الردي وارتجرت ردي الثاني، صرت غني عن موضوع عام. لكن بابك ليه. بقى الحمد لله كتر خير الله بعدنا بهالشيء. بس بالتلفزيون ما زمت معكم شيء قامت الايام عادية ها؟ لا لا يحبونا كثير. شو ما لك شو قالوا لنا الاستاذ بسيط؟ يا حبيبي. قالوا لنا بنعطيك 3 أشياء، رئيس جمهورية والدين والجيش. شو ما بركن غنى معك من الرائب كان بالمرة. لا لا وما حكيتوا عنها الثلاثة عبر لبك الفخر واحترام.
فيرا بين 24 ساعة باليوم شو أحلى وقت عندك؟